موجودين في مدينة الطائف على علو 1700 قدم. طبعا مشهورة الطائف بأجواءها الجميلة جدا، تعتبر عروس المصايف في المملكة العربية السعودية، تكثر فيها ماء المشمش وتتميز بوجود الورد الطائفي. طبعا الورد الطائفي اللي هو اكثر زراعه عندنا هنا ومنذ القدم، طبعا له اشهر وشهر معين في السنه فقط، اللي هو شهر مارس، اللي هو شهر واحد اللي هو الانتاج خلال السنه كامله. طبعا لازم يتم عمليه تقليم قبلها بشهرين، بعد عمليه التقليم لازم نعطش شهر تقريبا على الماء، بعدها نبدا في عمليه التسميد وعمليه اعاده السقيه مره ثانيه حتى تطلع الشجره تستطيع الانبات. طبعا لازم نجمع الورد، نجمع 50 حبة أو 100 حبة نعدها عدد، بعدين نقوم بعملية الوزن، ميزان كفتين 50 إلى 50 إلى أن تصل إلى 1000، ونوزن على 1000 اللي هي تقريبا 12000 أو 15000 وردة، ونضعها في القدر، نضع عليها ماء عادي في البداية، ونقفل بإحكام، ثم نشغل النار من الأسفل، تبدأ عملية إيش التقطير، تستمر لمدة 4 ساعات حتى تنتهي إلى المرحلة اللي فوق، يكون الدهن موجود في الأعلى والباقي كله يكون عبارة عن ماء ورد. بعدين نبدأ في عملية إيش؟ عملية القطف. طبعاً هذا دهن الورد الطائفي، هذا تولة الورد الطائفي من مصنع بالمشهيب الورد الطائفي. هذا التولة عبارة عن 12 ملي، سعرها 1200 ريال.